الآن عندنا في الدين الإسلامي تعاريف شرعية. في الإسلام مبدأ إسلامي ديس ترم بورد يخبرك تورم. يعني أنا مثلا الآن الصلاة، الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة. بفضل هاد خبات الله شخص انظر هاو هاد خبات. نعم، فلا يمكن أني أفسر أشرح الصلاة أعرف الصلاة بأن الصلاة هي الدعاء. بس كان أم أخلك تخبت فرطالة نار سميك بيدة تصل خدي فيني يرد الله عز وجل. نعم، كذلك التوحيد بتخط أكفر التوحيد مونوتيزم. التوحيد ما هو؟ بتخط التوحيد إن عبادة أي أحد إذا بتايكن ده تتعبيد فن إتس أوف بدنك. لو كان التوحيد هو عبادة أي أحد معنى هذا نفسرنا التوحيد بالشرك. als we deze definitie zouden hanteren dan zou het betekenen dat tawhid en shirk polytheïsme dus hetzelfde zijn. Het tawhid labud hatta yakun at tawhid huwa tawhid labud an takfur bi jami' ma'bad min dun illah wa tuthbit fi 'ibada lillah wahda la sharika lah. Dat tawhid is pas tawhid, dus er is pas sprake van tawhid als men afstand neemt van alles wat naast Allah aanbeden wordt. Naam. Lana al'an mathalan تقول زيد قائم. يسخ بفضل نيو أسفوربيل. زيد ستات. يعني فلان من الناس قائم. من برسول ستات. طيب زيد قائم وعمر قائم وعلي قائم وحسن قائم. لا عشان مين من سخر بعد تريك زيد ستات عمر ستات النمرو دي ستات دي ستات. لكن لو قلت لا قائم إلا زيد. ما أشي زخت ستات نيمان بهلف زيد. هذا معناه أثبت القيام لزيد. ونفيت أن أحد يكون مشارك لزيد في القيام. Dat betekent dat je hebt bevestigd dat Zayd de enige is die staat en dat de anderen eromheen je ontkent dat zij staan. هذا هو التوحيد. Dat houdt ook dat geldt ook voor het tawhid. تكفر بجميع معبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. Je verloochent alles wat naast Allah aanbeden wordt en je bevestigt de eenheid en aanbidding aan Allah Azza wa Jalla. نعم. والله أعلم.